في الكتابة الهيروغليفية في الدولة القديمة كان في أكتر من 400 علامة. في 400 علامة دول ابتدى المصري القديم إن هو يختصرهم ويلخصهم في رموز، زي رمز حتب اللي هنلاقيه مكتوب فيه كتير من النصوص اللي موجودة بالمقابر، زي هنا حتب دي نسو. حتب هنا هنلاقي المصري القديم رسمها على شكل طاولة وعليها الخبز عشان يقول كلمة صدقة، لكن حتب ساعات بنلاقيها مكتوبة بمعنى راضي، لكن هنا في نص حتب دي نسو معناها صدقة مقدمة من الملك.